مصر ترحب بالرأي الاستشاري للعدل الدولي حول آثار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفي اليوم 88 بعد 200 للعدوان، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وحزب الله اللبناني يستهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع المنارة بقذائف مدفعية. السيدات والسادة، تمام العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من النيل، لكم التحية. رحبت مصر برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري والذي أكد على عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من انتهاك حق تقرير الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية بأن على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، ووقف أي نشاط استيطاني جديد، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. وقد طلبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جهة أخرى، أكدت محكمة العدل الدولية بأن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي. كما أكدت محكمة العدل بأن هذا الانتهاك يصدم أيضا بوضع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية. وقد أضافت المحكمة بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. أشار المحكمة بأن تأكيد إسرائيل لسيادتها وضمها الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك للقانون الدولي الخاص بحظر الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وأن هذا الانتهاك فيه أثر واضح على قانونية الوجود الإسرائيلي كقوة محتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وترى المحكمة بأنه لا يوجد حق لإسرائيل السيادة أو ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة لأنها قوة احتلالية، وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر احتلال أرض الغير بالقوة. دعوة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإدانة دولية لسياسة الاحتلال الاستيطانية، أبرز ما تضمنه الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جلستها لمناقشة آثار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. بيان المحكمة أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه غير قانونية، وشدد على أن سياسة إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكا للقانون الدولي. المحكمة أضافت أيضا في رأيها الاستشاري أنه يتعين على دولة الاحتلال تعويض فلسطين عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. وطلبت المحكمة بضرورة أن تمتنع القوة المحتلة إسرائيل عن كل أشكال الإرغام والتهديد والاستيلاء على أرض الغير باستخدام القوة، بالإضافة إلى عدم التأثير سلبا على الحق في تقرير المصير.
ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما، وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل خطرا شديدا على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من دون أخذ ما أسمته باحتياجاتها الأمنية في الاعتبار. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 من ديسمبر عام 2022 قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. إلى الوضع في غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع في اليوم 88 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث قصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوى ومنازل مواطنين بالنصيرات وسط قطاع غزة. هذا وقد أفادت مصادر طبية بأنه تم انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين لإسعافهم، ولا يزال البحث جاريا على المفقودين، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأنها تخوض معارك ضارية بمواجهة قوات الإسرائيلية بوسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية. معارك عنيفة تخوضها قوات المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكثف عدوانها على جنوب قطاع غزة وبشكل خاص في مدينة رفح الفلسطينية. مصادر محلية أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بين قوات المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية. وكثفت إسرائيل من وتيرة عدوانها على جنوب ووسط قطاع غزة في الأيام الأخيرة، ونفذت عمليات قصف عبر الجو وبالدبابات، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين. وجاء ذلك عقب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة الضغط العسكري على حركة حماس في جنوب القطاع من أجل الإفراج عن المحتجزين، وبالتزامن مع استهداف الاحتلال قيادات في صفوف الحركة. ووصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مجازره الدموية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال ومدفعياته مناطق متفرقة من قطاع غزة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. بدورها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة في اليمن، مضيفة أنها تحقق في الأمر. قال يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الحوثيين في اليمن سوف يدفعون ثمن هجومهم بطائرة مسيرة على تل أبيب. وأضاف يواف جالانت عقب عقده الاجتماع لكبار قادة جيش إسرائيل بأنه أصدر أوامر تقضي بتعزيز كافة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
استهدف حزب الله اللبناني تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط موقع المنارة بقذائف المدفعية ويحقق إصابة مباشرة، فيما شن حزب الله هجمات صاروخية استهدفت مستوطنات أبريم ونيفية زيف ومنوت الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر الماضي. ما زال حزب الله اللبناني يواصل قصفه للمستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية للحدود، في حين يشن الطيران الإسرائيلي ضربات على مناطق جنوبي لبنان. وفي تصعيد جديد نفذ حزب الله غارات على 3 مستوطنات إسرائيلية لأول مرة منذ بدء الهجمات المتبادلة مع إسرائيل في أكتوبر الماضي. حزب الله أكد أنه استهدف مستوطنات إبريم ونيفية زيف ومنوت ردا على غارة إسرائيلية يوم الخميس أسفرت عن مقتل قائد ميداني في قوات الرضوان التابعة للجماعة جنوب لبنان. المستوطنات 3 لم تكن هي الوحيدة، فقد أكد الحزب أنه هاجم أيضا عدة مناطق أخرى منها مقر قيادة الفرقة 91 قاعدة إيليت بمسيرة، مشيرا إلى أنه حقق إصابات. وخلال الجمعة استهدف حزب الله اللبناني موقعي السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة ورويس القرن في مزارع شبع اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، ونجح في تحقيق إصابات مباشرة. كما استهدف منظومة فنية في موقع العباد بمسيرة هجومية انقضاضية ما أدى إلى تدميرها. وفي وقت سابق من الجمعة كان حزب الله استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالبقاع الغربي بجنوب لبنان بقذائف المدفعية. وفي المقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في لبنان من بينها بلدات حولة وعيت الشعب وبليدة، كما استهدف القصف أيضا مرتفعات بلدة شبعة إلى جانب أطراف بلدة شيحين. القصف المتبادل بين الجانبين يظل مستمرا، فيرهن حزب الله وقف استهدافاته بإنهاء إسرائيل لحربها ضد قطاع غزة والمتواصلة لأكثر من 9 أشهر والتي أسفرت عن سقوط قرابة 130,000 ما بين شهداء وجرحى. أفاد مراسل النيل من أمام معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة بعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع لليوم الثاني على التوالي وسط تدهور كبير للوضع الصحي والإنساني داخل القطاع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمد عبد الصبور. محمد، في البداية تحياتي إليك، وضعنا في الصورة بالنسبة للوضع لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية بالنسبة لقطاع غزة. تحياتي بشير، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان وقناة النيل الأخبار. اليوم بنتحدث عن عدم دخول أي شاحنات للمساعدات الإنسانية باعتباره يوم أجازة عند الجانب اليهودي أو الجانب الإسرائيلي، يوم السبت دائما يوم أجازة. ولكن على أي حال إذا ما قررنا ما يدخل من مساعدات طيلة الأسبوع الماضي، نتحدث عن ما تم السماح بدخوله إلى معبر كرم أبو سالم هم 100 شاحنة طيلة الأسبوع، ما تم دخوله وتم استلامه من الجانب الإسرائيلي يقترب من 70 شاحنة فقط. إذا ما قررنا 70 شاحنة طيلة أسبوع كامل بالمعدل الطبيعي الذي من المفترض أن يصل لأهل قطاع غزة وهو ما بين 500 إلى 600 شاحنة، يبقى رقم ضعيف يحمل العديد من علامات الاستفهام ويحمل العديد من الأسئلة. ربما إجابة هذه الأسئلة عند الجانب الإسرائيلي أنه يتعمد استخدام سلاح التجويع كسلاح جنبا إلى جنب مع الأسلحة الفتاكة الأخرى من أجل الضغط على قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تدهور إنساني وصحي غير مسبوق، أدى إلى حدوث مجاعة في كافة أرجاء قطاع غزة، أدى إلى استشهاد العديد من الأطفال نتيجة مباشرة لسوء التغذية، أيضا أدى إلى عدم وجود وقود داخل قطاع غزة، وبالتالي لا تشغيل للمستشفيات، لا تشغيل لمحطات تحلية المياه، لا تشغيل لكل مقومات الحياة داخل قطاع غزة من مخابز وغيرها. إذن هو سلاح متعمد من جانب إسرائيل. كل هذا يأتي وسط تصعيد كبير للعمليات العسكرية
واستهداف للمدنيين طيلة الأيام الماضية، لا سيما وأن الاستهداف كان مقصود به الأماكن التي تأوي عدد كبير من النازحين، لا سيما في المدارس التابعة للأونروا والمرافق الحيوية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. ووفقا للقانون الدولي الإنساني هذه مرافق أممية يحظر قصفها ويحظر استهدافها، ولكن إسرائيل لا عهد ولا دين لها ولا ضمير إنساني ولا قانون إنساني تعباه أو تخشاه على الصعيد العسكري. قصف دائما واحد في مخيم المسيرات وسط قطاع غزة، هناك في مخيم البريج في وسط القطاع، هناك أيضا قصف مستمر في مدينة رفح الفلسطينية تحديدا في الناحية الغربية من رفح والناحية الوسطى في تل السلطان وتل الزعرب والحي السعودي ومنطقة الشبورة. كل هذا يأتي في وسط موقف سياسي متأزم داخل إسرائيل، يعني بنيامين نتنياهو محاط ما بين المطرقة والسنداد، ما بين مطرقة الشارع الإسرائيلي والمظاهرات المستمرة طيلة الأيام الماضية في محاولة للضغط عليه للقبول بالهدنة، وسندان الدائرة الأمنية والسياسية القريبة جدا منه، سواء كان وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أو رئيس الأركان هيلفي أو رئيسي جهاز الموساد والأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك، والذين يضغطون بشدة على بنيامين نتنياهو لإبرام الصفقة، ولكن بنيامين نتنياهو في اتجاه آخر. إذن وضع سياسي متأزم نحو إبرام صفقة على الرغم من تفاؤل أمريكي حذر، وأيضا وضع إنساني وصحي كارثي للغاية لعدم دخول الشاحنات المساعدات الإنسانية، وهذا ما يعزز ضرورة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ضرورة فتح معبر، لأن فتح معبر يمثل ضرورة حتمية ما بين الحياة والموت، ما بين شاحنات كانت بالآلاف تدخل كل يوم، ما بين استقبال جرحى ومصابين، وما بين الوضع الذي آلت إليه الأمور عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يدخل منه إلا القليل القليل، وفي أيام كثيرة لا يدخل أي مساعدات. نعم، هذا هو الموقف الإنساني والإغاثي والسياسي والعسكري أيضا محمد. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد عبد الصبور، كنت معنا عبر سكايب من العريش. إلى الشأن الأمريكي، حيث أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا تعهد فيه بمواصلة حملته لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر القادم. وكان 30 نائبا ديمقراطيا من أصل 264 نائبا بالكونغرس الأمريكي قد طلبوا بايدن بضرورة إنهاء حملته الانتخابية عقب أداء كارثي في مناظرته الأولى أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وفي سياق متصل، قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية بأنه تعهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا إذا عاد من جديد إلى البيت الأبيض. وكان ترامب قد أعلن في المؤتمر العام للحزب الجمهوري الأمريكي بمدينة ميلواكي بأنه سوف يجلب السلام إلى سائر العالم. شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا، وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال الدولة الأوكرانية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني بأن الدفاعات قد أسقطت 13 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق 5 مناطق في شرق وشمال وسط البلاد. وقال مسؤولون إقليميون بأن إحدى الطائرات المسيرة من طراز شاهد قد أصابت منشأة للطاقة في منطقة السومي، بينما ضربت أخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات. يؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا، وهو اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة كافة، ولمتابعة سير الامتحانات في اليوم الأخير
رصد لنا الوضع الزميل محمد محروس مراسل النيل للأخبار. محمد تحياتي إليك وكل التمنيات للطلبة والطالبات بالتوفيق وبالنجاح. صف لنا الوضع لديك من أمام أحد اللجان التي تقف عندها. تحياتي لك زميل العزيز، تحياتي لكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. أنا الآن أقف من إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 1891 لجنة على مستوى الجمهورية. اللجنة الموجود بها حاليا هي لجنة الشهيد محمد أحمد سيد والكائنة بمحافظة الجيزة، وتعد إحدى اللجان الكبرى داخل محافظة الجيزة. الامتحان اليوم هو اليوم الامتحاني الثاني عشر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، والبالغ عددهم 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. طلاب الشعبة العلمية الرياضيات يؤدون امتحان الديناميكا، والبالغ عددهم حوالي 102 ألف طالب وطالبة، وهو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الأخير. حتى هذه اللحظة الامتحانات تسير بشكل منتظم. مواصفات الورقة الامتحانية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم لمادة الديناميكا أن الامتحان يتكون من 20 سؤالا، وهو أحد فروع الرياضات التطبيقية. اثنان منهم أسئلة مقالية. إذن نستطيع أن نؤكد أن اليوم الأخير حتى هذه اللحظة، وتقريبا بعد ساعة تقريبا أو أقل ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة. المؤشرات الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم من خلال المواد الثلاثة، سواء مادة الفيزياء أو اللغة الأجنبية الثانية أو اللغة العربية، جاءت مبشرة وإيجابية للطلاب، حيث بلغت نسب النجاح للغة العربية قرابة 96% من المئة، ونسب نجاح مادة الفيزياء بلغت قرابة 95% بالمئة، ومادة اللغة الأجنبية وصلت نسب النجاح حوالي 98% بالمئة. إذن نستطيع أن عملية التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم. حتى هذه اللحظة لم تتلقى غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات سوى إلقاء ضبط طالب بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ وهو يحاول أن يغش بإحدى الأدوات الإلكترونية، وتم ضبط الحالة وتحويلها إلى الإجراءات القانونية المتخذة من قبل لجنة الامتحانات. نستطيع في النهاية مجمل اليوم حتى هذه اللحظة التي أحدثك منها أن الامتحانات تسير بشكل منضبط، وأن عملية التأمين من رجال الشرطة تسير بشكل منتظم، وعملية التأمين على أكمل وجه سواء من الداخل أو الخارج، حفاظا على أداء الامتحانات وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. أشكرك شكرا جزيلا محمد محروس مراسل النيل للأخبار من أمام إحدى لجان الامتحانات للثانوية العامة. وختام النشرة بالعناوين: مصر ترحب بالرأي لمحكمة العدل الدولية حول آثار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي اليوم 88 بعد 200 للعدوان، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وحزب الله اللبناني يستهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط موقع المنارة بقذائف مدفعية. سيدات وسادة، ختام النشرة ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى على رأس الساعة. في أمان الله.